تجددت المواجهات بين قوات الجيش والمقاومة من جهة وميليشيا الحوثي الانقلابية من جهة أخرى في مديرية الشريقة بمحافظة لحج. وقالت مصادر عسكرية أن مواجهات عنيفة تخوضها قوات الجيش ضد ميليشيا الحوثي الانقلابية في منطقة السحي بمديرية الشريقة شمال لحج. وأضافت المصادر أن قوات الجيش تقصف بالمدفعية الثقيلة مواقع وتجمعات للميليشيات الانقلابية في ركب ثبرة بالشريقة. تمكنت قوات الجيش والمقاومة من تحرير جبلا استراتيجيا عقب مواجهات عنيفة خاضتها ضد ميليشيا الحوثي الانقلابية في مديرية طور الباحة بمحافظة لحج. وقالت مصادر عسكرية أن مواجهات عنيفة خاضتها قوات الجيش ضد الميليشيات تمكنت خلالها من تحرير جبل الكربة الاستراتيجي في مديرية طور الباحة في شمال لحج. وأوضحت المصادر أن قوات الجيش تواصل تقدمها بعد تحريرها جبل الكربة موقع خسائر كبيرة بصفوف الميليشيات الانقلابية في طور الباحة. وصلت قوات من الجيش الوطني والمقاومة تقدمها بمنطقة الراهدة بتعز. وقال مصدر ميداني إن هذه القوات شنت هجوما واسع النطاق حيث تمكنت من التقدم والسيطرة على مواقع جديدة، وباتت هذه القوات تقترب من مركز مديرية الراهدة. وتقهقرت الميليشيات الحوثية الإيرانية في هذه المناطق خلال الأسابيع الماضية. أفادت مصادر محلية أن الميليشيات الإنقلابية المدعومة من إيران هاجمت قرى أهل بالسكان في منطقة الحيمة بمديرية التعزية شمال محافظة تعز. وأشارت المصادر إلى أن الميليشيات الإنقلابية دفعت بأسلحة ثقيلة وعززت بالعشرات من مقاتليها ثم شنت هجوما عنيفا على القرى السكانية. وذكرت المصادر إن الميليشيات الحوثية أطلقت هجوما اتجاه الحصن والعكد وشنت في قصفا مكثفا بالمدفعية الثقيلة على المراكز والمنازل والمزارع مما أدى إلى مغادرة المواطنين. وذكرت المصادر إن الميليشيات الحوثية أطلقت هجوما باتجاه الحصن والعكد وشنت قصفا مكثفا بالمدفعية الثقيلة على المنازل والمزارع مما أدى إلى مغادرة المواطنين من سوق المنطقة وأغلقت المحلات التجارية. جددت مقاتلات التحالف العربي قصفها مواقع للميليشيات الحوثية في محافظة تعز. وقالت مصادر محلية إن المقاتلات الحربية استهدفت بثلاث غارات مواقع للميليشيات في منطقة نجدين التابعة لجبهة حيفان بالمحافظة. وأضافت المصادر إن القصف تزامن مع تحليق مكثف في أجواء المنطقة.